صباح الخير متابعي تونس الرقمية وتونزي ميغيك، موعدنا يتجدد في بث مباشر على تونزي ميغيك لايف مع ضيف جديد من الساحة السياسية. ضيفنا هو فادي المنصري الأمين العام لحزب أكل الأمازيغي الذي تم الإعلان عن تأسيسه مؤخرا وأثارت مرجعيته الأمازيغية جدلا واسعا على الساحة السياسية. صباح النور سيدي. عسلامة ومرحبا بك، صباح الفل. شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. سي فادي، كيف ما تعرف فما مجموعة من الأسئلة اللي باش نطرحوهم عليك واللي سألوهم لك ديجا المتابعين نتاع الصفحة نتاعنا، دونك باش نحاولوا نتناولوهم بشوية بشوية ومن بعد باش ننطلقوا في الأسئلة نتاع تونس الرقمية. دونك نبداو ساعة في البداية. سيد فادي المنصري الأمين العام لحزب أكال ذو المرجعية الأمازيغية، بعيدا عن الأحزاب السياسية، من هو فادي المنصري؟ أزول في الله ونيت منديسما، عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. فادي المنصري طالب بالمعهد العالي لدراسة التكنولوجيا بسوسة، قيادي سابق باتحاد الطلبة بالجامعة، عضو مؤسس بأحدى الجمعيات الأمازيغية ورئيس سابق لها، ناشط حقوقي وحاليا أحد أعضاء المؤسسين لحزب حركة أكال ذو المرجعية الأمازيغية وعضو مكتب سياسي. واضح. دونك سي فادي، باش ناخذوا بشوي بشوي الاسئله نتاع المتابعين كما كنت فسرت من بكري. السؤال الاول اللي واجهه لك، كان تعطينا فكره ديجا على حزب اكال، اسباب تكوينه، مرجعيته السياسيه وابرز اهداف. احد اهم اسباب تكوين حزب حركه اكال كون كل كمؤسسين للحزب نشطاء بالساحه السياسيه بطريقه او باخرى، إما فاعلين مباشرين عن طريق نشاطنا بالحركة الطلابية أو نشاط سابق بأحزاب سياسية أخرى أو بجمعيات ومجتمع مدني، وكلنا كانت عندنا رؤية أنه الساحة السياسية في تونس خاوية وما فما حتى حل بديل قادر ينقذ الوضع اللي فيه الشعب التونسي وقادر يهزه إلى بر الأمان. بالإضافة لذلك جمعتنا المرجعية الأمازيغية اللي هي مرجعيتنا الكل وهي الخلفية الهويتية متاعنا، وكلنا عدنا نفس النظرة أنه الأمازيغية للأمازيغية ليس فقط كمنظور ثقافي أو كمنظور هويتي، إنما كطرح سياسي قادر يغير على الساحة السياسية ويصنع الفرق وقادر يوحد الناس وقادر يهزهم إلى مرجعية قادرة تصنع الفرق. ولكن تونس معناتها الأطياف كما تعرف تونس مختلطة، فما برشا أطياف أبار الأمازيغيين، هذا مترش أنه ينجم يصنع نوعا ما فارق أو لا؟ بالعكس، لأنه حسب مرجعيتنا نحن وحسب نظرتنا، وليس نظرتنا نحن فقط في حركة أكال، إنما حسب النظرة في الأدبيات السياسية الأمازيغية منذ معناها أكثر من 40 سنة منذ من بداية الحركة، النظرة السياسية للحركة الأمازيغية مع المناضل مولود معمري بالمنطقة قبيل بالجزائر، النظرة ومعطوب لوناس والكثير معناها من المناضلين الذين نظروا الأمازيغية ليس كمنظور عرقي، الأمازيغية ليست عرق، الأمازيغية هي انتماء هويتي للأرض، لأن الأرض هي اللي تفرض الثقافة نتاعها. معناها كي نحكيوا على تونس لهنا حسب مرجعيتنا نحن وحسب نظرتنا وحسب نظرية معناها الثقافة الأمازيغية والفكر السياسي الأمازيغي عامة، معناها البوبيلاسيون الشعب الموجود في شمال أفريقيا هو أمازيغي بالأساس، إن لم يكن باللغة فهو أمازيغي بالأرض وبالانتماء الهويتي وبالعادات والتقاليد والموروث الثقافي اللي نضافوا لهم بعد معناها مجموعة من الثقافات والروافد الثقافية نسميوها كما أي شعب معناها في أي مكان في العالم، ولكن تبقى الهوية الأساسية والقاعدية للشعب هي هوية أمازيغية بالإضافة للروافد الثقافية الأخرى اللي ساهمت في صنع معناها الشخصية الشمال أفريقية الموجودة حاليا واللي تخلينا كشمال أفريقيين معناها تونسيين وجزائريين وليبيين ومغاربة وموريتانيين وغيرنا قريب معناها التكوين الشخصيتي نتاعنا والتكوين الثقافي والهويتي نتاعنا اقرب من نظيرنا في المشرق اللي يتكلم معناها بلهجه مختلفه علينا نوعا ما، تقاليد وثقافته مختلفه علينا، معناها هذه تهزنا للمساله تعطينا نظره اوضح للامر. فما برنامج او في برامج الحزب من المساعي انه توحيد كيف ما كنت تحكي الدول كما الجزائر تونس ليبيا المغرب؟ بالضبط، هذه نقطة وهذه نقطة مهمة ياسر وطرحناها معناها وماناش بدون أي تحفظ، ونحن كنا معناها حتى في البرامج نتاعنا وفي هويتنا السياسية وفي أدبيتنا كنا واضحين وصرحاء وحكينا بطريقة شفافة مع الناس الكل معناها، دونك نظرنا لنقطة مهمة ياسر موجودة في هويتنا السياسية وفي أدبيتنا اللي هي تقول كالآتي: العمل لتهيئة إقامة دولة فيدرالية في شمال أفريقيا، بمعنى أنه نحن ننظر أنه شمال أفريقيا هي دولة واحدة ولكن تم تقسيمها جراء مخططات معناها استعمارية جراء نتائج معناها أحداث تاريخية انجرت معناها على رغبة قوى كبرى في أنها تخلي معناها وجودنا ضئيل في المنطقة، ولكن لهنا نحن حكينا على شمال أفريقيا موحدة لأن نظرتنا لها هي في الأساس كدولة واحدة.
دونك لهنا من النقطه هذه نجم ننطلقوا الى احد برامجنا الاقتصاديه اللي هي النظره المستقبليه لشمال افريقيا موحده واللي قادره تكون رقم قوي على الساحه الدوليه من الناحيه الاقتصاديه والعلميه والعسكريه ومن كل النواحي معنا. لكن هذا زاد يتطلب معناتها مبادرات سياسيه كبرى حتى على مستوى الدول اللي كنت تحكي عليها بالضبط. ونحن معناها مش نتكلموا في كلام بركه، نحن نسعى وعلى ارض الواقع لتحقيق الشيء هذا، لان بالتوازي مع العمل السياسي على الساحه التونسيه، لان حزب ناشئ وقاعدين نسعى لان نكون حزب جماهيري يستقطب معناها الجماهير الكل ويمثلهم ويوريهم انه نحن كابابل معناها وعدنا المفاتيح ان نلقاو حل، لانه غيرنا فشل في انه يلقى الحل. قاعدين نسعوا بالتوازي الى خلق معناها شراكه حقيقيه مع اطراف سياسيه في الدول الجوار عن طريقهم هما، سنسعوا الى ان نكون قوه سياسيه موجوده في شمال افريقيا بكل اقطارها، والعمل على الوصول الى السلطه والتغيير من داخل النظام معناها بطرق سياسيه. نموذج او مثال عن هذه الحوارات او الاجراءات اللي انتم ماشيين فيها لتجميع باغ اكزومبل دول الجوار كيف ما كنت تحت مثلا في الحادثه الاخيره اللي صارت الخلاف السياسي اللي معناها بدا خلاف كروي ولكن بدا ينتشر الى ان يصبح معناها بدا تتاجج فيه اطراف معينه عندها مصالح معينه انه يصبح خلاف بين شعبين اللي هما شعبين عندهم تاريخ نضالي مشترك وعندهم تاريخ كبير يجمعهم وارث معناها ثقافي مشترك يخليهم في غناء عن الخلافات هذه اللي هما تونس وشقيقه المغرب. صدر بيان مشترك بيننا نحن وحزب كامونت بالمغرب، بيان مشترك يدعو الى نبذ العنف والكراهيه وانه معناها ما يصير في الكره يبقى في مدرجات الكره، وانه اذا كان فما خلافات معناها يتم تسويتها بطرق سلميه دون معناها تاجيج الاوضاع واشراك الشعب في حاجة. وهذا كيف حسب رايك؟ بالطبع المبادرات تبدا بحركات معناها بديجيست صغار بحاجات رمزيه ولكن تنطلق الاكثر من هكا. نحن معناها بيان مشترك هذا لا يعني انه فقط هذا اللي يجمعنا بحزب تامونت معناها مثلا، لانه عندنا مخططات عمل مستقبلي فما حوارات جاريه بالاضافه الى معناها قيمه سياسيه اخرى فعلا في المنطقه. وبالنسبه للجزائر كيف نفس الشيء، ولكن سيتم الاعلان معنا عن المستجدات في وقتها وفي انا. انتم كنتوا صرحتوا ديجا قبل انه الموجودين حاليا على الساحه السياسيه ما تمكنوش من انهم يحققوا الاهداف المرجوه منهم كحزب اكار، ووعدتوا معناتها الشعب التونسي بمجموعه كذلك من الاهداف كحزب اكار. شنو لو تم انتخابكم مثلا مستقبلا، شنو اللي باش يتغير في تونس؟ شنو تطمحوا انه يكون موجود على المستوى السياسي ومستويات اخرى؟ بدايه الساعه نحن مش نحن اللي قلنا انه الاطراف السياسيه هي اللي ما خدش حل، نحن قلنا هذا صحيح، ولكن المواطن التونسي والشارع التونسي واعي 100% من الشعب التونسي الا الناس اللي عندها معناها انتماءات سياسيه معينه تدافع عليها، واعي انه الاطراف السياسيه الموجوده في تونس حاليا من التيارات السياسيه الكلاسيكيه بسلطتها ومعارضتها ما نجحتش انها تهز البلاد لبر الامان. ما لقيناش حتى حل، حتى معناها تنظيم سياسي او حتى رؤيه سياسيه واضحه قادره تقولنا ها هو الحل وهاي اثنين باش نمشيو فيها. دونك لهنا نحن كان معناها واجب وطني نروى ان نقدموا مشروع سياسي قادر يهز البلاد لبر الامان، لان نراها مسؤوليه تاريخيه واتخذنا هالمسؤوليه التاريخيه هذه كشباب واعي ومثقف وواعي سياسيا ويعرف معناها انه تبعات سكوت وعدم الانخراط في العمل السياسي في ظرف البلاد مستحقه فيها شباب ينخرط في العمل السياسي ويغير الواقع بيديه. دونك لهنا نتيجه لهذا سطرنا برنامج سياسي واضح. ابرز النقاط الموجوده في هذا البرنامج السياسي؟ من ابرز النقاط الموجوده في النقاط السياسي في البرنامج السياسي نتاعنا وذكرنا معناها اهمها في البيان التاسيسي وفي الادبيات اللي نشرناها على الصفحه الرسميه نتاعنا والا في الاوراق نتاعنا. باش نذكر باختصار معناها بعضهم، هما دعم القطاعات الاستراتيجيه، ايجاد حلول جذريه لمشكله التهرب من الضرائب، الشراكه مع الدول، توسيع الشراكه مع الدول ذات راس المال الوطني بما يتماشى مع مصلحه تونس، القضاء
القضاء على البيروقراطيه الاداريه، ومن اهم النقاط المعيشيه اللي يحسها المواطن التونسي اللي هي مثلا النظام الصحي والتعليم والنقل والفلاحه. كي نحكيوا لهنا مثلا على النقل، نحكيوا على مشكله معناها يتعاني منها 90%، وهذا كان مش اكثر من تونس، من ترانسبور مهترئ واسطول نقل معناها تعب ومش قادر يواكب معناها متطلبات العصر، في ظرف انه شباب فيه معناها عنده الاكسس للتكنولوجيا وقادر يشوف شعوب اخرى كيفاش قادره معناها كيفاش قاعده تعيش في نفس المشكله اللي عنده بطريقه اسهل وسلسه. معناها نشوفوا الترانسبور في بلدان متقدمه، تحس انك معناها ديكالي معناها قرون على الشعوب هذيه. بورتون معناها فما بعض الشعوب هذيه اللي نحن طارحين معناها شراكه اقتصاديه معها، دينا نحن وياها فرد فتره. مثلا ناخذوا مثلا كوريا الجنوبيه، في نفس الفتره عشنا التكوين الدوله التونسيه، الاستقلال التونسي واكب معناها الفتره نتاع استقلال وتكوين دوله كوريا الجنوبيه. ولكن توا نحكيوا على كوريا الجنوبيه من اقوى الاقتصادات الموجوده في العالم، ونحكيوا على تونس دوله معناها راكحة في نيفو معين، إذا كنت مش قاعدة تنحدر بطريقة معناها خطيرة وطريقة معناها تخوف من المستقبل الأجيال القادمة. نحكيوا على نظام التعليم مثلا، النقطة اللي طرحوها الطلبة التونسيين، وأنا واحد منهم بحكم أني معناها ناشط في الساحة الطلابية منذ معناها دخول الجامعة وقيادي باتحاد الطلبة سابقا، اللي هي نظام إمد اللي أثبت الفشل نتاعو. نظام تعليمي معناه قائم على ونظام تعليمي معناه الكلاسيكي القائم على الحفظ والصبيان، واللي قائم على اساس معناها قتل الابداع وقتل الموهبه في الطالب التونسي، ويخليه ماكينه جوست مصممه انها ترجع معناها لي زانفورماسيون تاخذها باش تكون معناها فورما معينه كابابل ولا قادره انها تشد بوست معينه، هذا اذا كان ما خدمش في دومين اخر. دونك هذه مشاكل جديه يلزم معناها فتح حوار جدي في مع الاطراف المعنيه بالامر اللي هم الطلبه في حد ذاتهم، وصياغه برنامج معناها يتماشى مع اولا مع وضع تونس وواقعها، ويتماشى ثانيا مع متطلبات العصر اللي اصبحنا معناها متاخرين ياسر عليه. كي نشوفوا معناها التعليم في دول متقدمه، تعليمنا راهو بدائي ياسر ويعتمد اساليب كلاسيكيه ما زالت في السبعينات وثمانينات القرن الماضي معناها تم التخلي عنها في بعض الدول. النظام الصحي كي نشوفه معناها من نظام صحي مهترئ نتاعنا. دونك هذه البرامج اللي طرحينها اهم النقاط نتاعها واهم ملامح نتاعها. باهي ننتقلوا سيفادي للسؤال الثاني اللي سالوه لك. نعاود نذكر المتابعين نتاع الصفحه نتاعنا، الكثيرين يرون ان هذه الاحزاب هذا الحزب يدعو الى التفرقه على اساس العرق وانه ظاهره لا غير، الهدف منها لفت الانتباه، فما تعليقكم؟ صارت ضوضاء كبيرة مؤخرا على حزب أكار، وخاصة عندما تم الإعلان عليه والمرجعية الأمازيغية اللي يقوم عليها أساسا. دونك وفما برشا اتهموكم بالتفرقة ما بين التونسيين، ردكم على مختلف هذه الاتهامات؟ الرد على الاتهامات هذه قلناه وباش نبقاو نقولوا فيه، اللي هو أنه حزب حركة أكار ليس حزب عرقي، لانه نظرتنا حزب امازيغي صحيح ولكن ليس حزب عرقي، لانه النظره الامازيغيه ليست نظره عرقيه، وفسرنا النقطه هذه في بدايه الحوار. ولكن هنا نحب معناها نفسر اسباب الاتهامات هذه، لانها اتهامات غير بريئه معناها. هي اتهامات من اشخاص اما بخلفيه ايديولوجيه معينه معاديه للامازيغيه كفكره اساسا، واغلب التيارات هذه هي تيارات معناها سياسيه عرقيه في حد ذاتها معناها، ولكن تتهمنا نحن بالعرقيه. يعني مثلا فسرنا التيارات القوميه العربيه بكل اختصار معناها، هذا هو منشأ معناها التهم هذي. ولكن سبق وفسرنا انه تونس معناها هي حاضنة للجميع الثقافات، ولكن بثقافة قاعدية وهوية قاعدية وهوية أمازيغية حسب نظرنا، ولنا الحق في ان نطرح فكرتنا وندافع عليها. ولكن معناها التهم هذي كما قلت لك سبق وبررناها وسبق وجاوبنا عليها، وباش نبقاو معناها متمسكين بالاراء نتاعنا، لانه الخصوم اللي قاعده تلصق في التهم هذيا فينا هما بالاساس معناها سمعوا معناها الديسكور نتاعنا ويعرفوا نحن نظرتنا شنيا، ولكن الهدف هو تشويهنا لا غير. يعني الهدف مش طرح موضوع ونقاش وجدال فيه والخروج بحل مشترك، ليه الهدف هو التشويه. لانه اللي خرج تهم كيما نكية ومطلع على الوضع اللي صاير في شمال افريقيا ما ينجمش يحكي هكا معناها بنيه بريئه، لانه القضيه الامازيغيه في شمال افريقيا هي قضيه ماشيه تتوسع وماشيه تنتشر كفكر معناها سياسي معناها خلفيه ثقافيه هويتيه، وقاعده تاخذ في الصدام تاعها اكثر واكثر. معناها هي نحكيو على فكر معناها بدا ينشئ سياسيا نضوج منذ اكثر من 40 سنه وماشي ينتشر بشكل كبير، ولاحظنا هذه في تونس بعد الثوره معناها في ظرف 10 سنوات نشوفوا مستوى الوعي قداش كبر وقداش ضخم بالهويه الامازيغيه في تونس.
مفهوم. السؤال الثالث: من أبرز الشعارات التي ترفعونها هي الدفاع عن الهوية الأمازيغية، فهل يمكن أن يعيدنا ذلك أيضا إلى مربع المعركة حول هوية الشعب التونسي التي تمت إثارتها بعد الثورة؟ كما تعرف بعد الثورة فما برشا مشكلة الهوية التونسية كانت مطروحة على الساحة. المرجعية الأمازيغية الحزب أكال مترش إنها تعاود ترجع بينا نفس النقطة. حضرت مرة محاضرة للأستاذ مغربي في طنجة تحكي على الكريز ديدونتيتي، يعني المشكلة متاع الهوية وإنكارها، لأنه نحن شعبنا اللي أنا واحد منه وكلنا معناها جزء منه عندنا مشكلة متاع إنكار المشكل في حد ذاته، معناها نفضلوا أننا نتغضاو على مشكل وننكروه ورغم أنه موجود ورغم أنه الحل كامل في اعتراف بالمشكل أولا ثم الانطلاق في البحث عن حل. مشكلة الهوية موجودة في تونس، تم طرحها بعد الثورة لأنه كانت أمر مسكوت عنه، والامور المسكوت عنها لا يعني انها غير موجوده. نحن اولا نتحدث في رسميا في الدستور اللغه الرسميه لتونسيا اللغه العربيه، ولكن الشعب التونسي ما يتكلمش لغه عربيه، الشعب التونسي يتكلم الدارجه التونسيه اللي هي في حد ذاتها لغه مستقله بذاتها تتكون من اكثر من 5 لغات بينها الامازيغيه والالفاظ الفرنسيه وكلمات عربيه ومجموعه هذه الكل ساهمت في صياغه لغه مشتركه. دونك لهنا نحن قاعدين نحكيوا على مشكل مطروح اساسا ويجب معناه ايجاد حل جذري فيه وفتح نقاش فيه، ونقاش والا معناه فتح الحوار في شيء ما يهزش للصراع ضروره. انكار المشكله هو اللي يهز للصراع. يعني على ذكر اللغه، فما برنامج او هدف لادراج اللغه الامازيغيه ضمن مناهج التعليم فاكزومبل كحزب سياسي فتي تدعي للنقطة هذه مثلا؟ بالضبط، وهذه نقطة موجودة في برنامجنا، ونحن ندعي للاعتراف باللغة الأمازيغية في تونس وتدريسها للراغبين في ذلك بداية، ثم معناها الانطلاق في إيجاد حلول جذرية لجعلها معناها لغة تخو مكانتها في تونس لأنها لغة وليدة هذه الأرض. نحن المشكل معناش قيمة، معناش وعي بقيمة الشيء ذي، إنه لغة هذه متاعنا معناها المنشأ متاعها هي الأرض هذه، دونك نتخلاو عليها علاش؟ ما فماش حتى سبب مقنع يخلينا نتخلاو عليها، وخاصة انه مازال عندك اكثر من 500 الف تونسي يتكلموها، لانه لهنا فماش 500 الف تونسي تعتبر اقلية لغوية، ولكن لهنا باش نحكيو فماش احصائية دقيقة، ولكن الاحصائية اللي خرجت اللي هي بين 5 و10% من التونس اللي هو النمبر يكون بين 500 الف ومليون، ما فماش احصائية حتى 5 و10%، ولكن لهنا نحكيو على اقلية لغوية ولكن التونس ويحكيوا لغه كان في وقت ما اغلب التونسي يحكيوا الدارجه زاد التونسي بالضبط. ونحن لهنا كيما ندافع على الدارجه التونسيه وعلى الحق تاع انه الدارجه التونسيه تكون في حد ذاتها لغه وتخو قيمتها ونقدموا بها روحنا كثقافه تونسيه للعالم، كيما ندافع على اللغه الامازيغيه انها تكون موجوده لانها وليده هذه الارض ومكانها الارض هذيا. يعني ما نجموش نتخلاو على لغه هي في الاصل نتاعنا وليدة الأرض هذه، ثقافة هي متاعنا وكابابل أن نقدمها للعالم بطريقة معناها مزيانة قادرة تفيدنا وتخرجنا معناها في طابع معناها حلو برشا قدام العالم الكل وقدام معناها المجتمع الدولي وقادرة معناها نصيغوا بها. لكن حتى المجتمع الدولي باش يلقى صعوبات في التعامل مع اللغة الأمازيغية. لا مش صحيح، لأنه سبق ورينا تجارب دارنيير مو حديثا في المغرب والجزائر اللي تم الاعتراف فيهم باللغة الأمازيغية وتم إدراجها معناها مش في التعليم برك، تم إدراجها في الوسائل التواصل الاجتماعي عن طريق فيسبوك اللي ديكلاريت معناها حاليا الأمازيغية فيها، عن طريق جوجل اللي اعتمدتها معناها، عن طريق شركات كبرى معناها تاع تكنولوجيا اللي تعتمد اللغه الامازيغيه، وهذه معناها عن طريق تضحيات نحكي ونضالات معناها نضالات كي نقولوا مش نضالات على مستوى سياسي برك، نحكي على نضالات علميه ونضالات فكريه ونضالات ادبيه وثقافيه وكتابات وتطوير معناها وانه نخليوا اللغه الامازيغيه مواكبه للعصر. هذه الناس قامت بها على مدة 40 سنه، ممكن الشيء هذا موجود، نحن فقط لهنا باش نقدموا المنتوج هذا للتوانسه وباش نزيدوا عليه الطابع الخاص نتاعنا وباش نزيدوا نبينوا معناها نحن كتوانسه اش عملنا للامازيغيه نتاعنا. ولكن القضيه هذه اللي تطرحوها تروا انها فاعله وباش تكون معناتها عندها دور على الساحه حاليا، التونسي يعني في حاجه لطرح مثل هذه القضايا في الوقت الراهن؟ هذه معناها الموضوع عنده زوز اوجه، اولا ساعه انه الامازيغيه عندها جمهورها في تونس خاصه بين الشباب، واللي ينكر هذا معناها ماهوش مواكب معناها الجيل الصاعد حاليا، لانه اذا كان ما خذتش حظها في الاجيال السابقه لكن باش تاخذ حظها بطريقه كبيره في الاجيال الجايه.
ولهنين نلقاو انها تنجم تكون حل، مش تنجم تكون حل، هي حل، لانها باش توحد معناها وباش تجمع وباش تحشد الناس وكابابل عن طريقها نوليو حزب جماهيري يستقطب الناس ويعطيهم رؤيه عن طريق الامازيغيه، رؤيه سياسيه كامله ورؤيه اجتماعيه واقتصاديه وثقافيه لنمط المجتمع التونسي وكيف يجب ان يكون معنا. لانه حاليا الافكار السياسيه الموجوده على الساحه التونسيه كلها بدون استثناء هي افكار مستورده وجايتنا من اماكن اخرى، حاول بعض معناها التيارات السياسيه تطويعها وجعلها تتماشى مع الواقع التونسي، ولكن هي افكار غريبه عنه. نحن لن نحكيوا على فكر وليد الارض، هذه حاجه منتوجه بتاعنا احنا كتونس، ولكن المواطن التونسي البسيط حاليا اكيد انت فادي اذا تعرف انه الهم الوحيد هو غلاء المعيشه. قفت التونسي ترى انه في خضم هذا الكل هل معناتها باش يثير اهتمام قضية اللغة الأمازيغية أو اللغة الدارجة أو والله العربية؟ شو نحن في بخصوص النقطة هذية، نحن صحيح التركيز معناها خاصة معناها على من وسائل الإعلام كان على نقطة الأمازيغية، لكن نحن مش حزب جاي يدعو الأمازيغية فقط حاطين نقطة الأمازيغية ونتواصلوا، لا، الأمازيغية هي خلفية سياسية وهي تيالين طرحناها كحل معناها لحشد الناس وصنع معناها منتوج سياسي وطني وفكر سياسي تونسي وطني ووليد هذه الأرض، ولكن مع النقطة هذيك فما العديد من النقاط اللي تخص معناها وكنا نحكي فيها توا سابقا اللي تخص معناها المشاكل الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية الموجودة على الساحة التونسية حاليا وطرحين حلول لها. معناها لهنا نحن حزب سياسي عنده برنامج كامل، هي اللي أثارت الجدل وخلت العينين الكل متوجهة نحو الحزب بالضبط، بدليل أنه معناتها أول ما تم الإعلان عن تأسيس أول حزب أمازيغي في تونس إلى غير ذلك أثار جدلا واسعا، ومن بعد التوينسة معناتها تلهيه في حاجة أخرى بالضبط. ولكن لهنا أثار جدل واسع على نقطة الأمازيغية، هذا ما يعنيش أنه نقاط أخرى غير موجودة، هو أثر جدل عن النقطة الأمازيغية، ولكن نفتح الباب للحديث عن النقاط الأخرى اللي نجمو نتحدثوا بها عليها ووعدنا معناها وعي كبير وقناعة كبيرة أنها مش تغير. هذا ما يعنيش أنه النقاط الأخرى غير موجودة، لأن عندنا مشروع اقتصادي ومشروع معناها سياسي وثقافي كامل معناها. دونك الأمازيغية هي خلفية هويتية وخلفية سياسية للحزب، وهي نقطة من النقاط اللي حكينا عليها في المشروع الثقافي للحزب، ولكن بالإضافة لذلك عندنا مشروع اقتصادي ومشروع معناها سياسي ومشروع اجتماعي كامل جايينه ديجا. أكال هذه الكلمة قلتم أنها تعني الأرض، وكأن اختياركم لها لتسمية الحزب يؤكد مبدأ التشبث بالأرض، لو توضحون حيثيات اختيار هذا الاسم وهل لحزبكم ارتباطات بأحزاب أمازيغية أخرى في العالم؟ بالنسبة للاختيار أكال كما قلنا كما قلت أنت أكال تعني الأرض تنطق أكال، والأرض بالنسبة لنا معناها هي انطلاق الموضوع من مواضيع الطرحينها وانطلاق الرؤية كاملة معناها طرحينها نحن، لأنه بالنسبة لنا الأرض تعني كل شيء. الأرض معناها هي المنشأ معناها بتاع الثقافة الأمازيغية، ومن خلالها هي نحكيه على الثقافة الأمازيغية في شمال أفريقيا، ومن خلالها نحكيه على نقطة أخرى مهمة هي نقطة السيادة الوطنية وسيادة التونسي على أراضيه، ونحكيه على سيادة شمال أفريقيا بصفة عامة على أراضيه، ولكن خلينا نتوقف نقطة التونسي، من ثروات طبيعية من ثروات فلاحية، وننطلق معناها الحديث على موضوع معناها إنه ثروات التونسيين للتونسيين ليس لغير التونسيين. دونك هذه حل نقطة كبيرة في برنامجنا السياسي. معناتها ثروات التونسيين للتونسيين معناها نحكيو لهنا على الاستغلال متاع ثرواتنا الطبيعية من قبل شركات عبر قطرية قاعدة تعطينا معناها في نسب قليلة، بالإضافة إلى التهرب الجبائي الكبير والفساد الإداري الكبير الموجود معناها داخل مؤسساتها. دونك لهنا يهزنا ديريكت هذه للحديث عن الأرض وسيادة التونسي على الأراضي، لأنه إنسان ليس سيد على ثرواته ما هو سيد على أرضه. لكن فادي راه ما تنجمش تحكي الكلام هذا بدون ما تكون عندك أدلة ومعطيات واضحة. نحن عايشين في تونس راه الكل مع بعضنا، ورينا معناها التحركات اللي صارت، ورينا معناها المواضيع هذه كيفاش تم طرحها عن طريق الشارع التونسي وليس عن طريق معناها كيانات سياسية اللي جلها معناها فضل السكوت على الموضوع، لأنه لو كانت فما إجابة واضحة كانت السلطة عطتها لنا، أو كانت معناها المؤسسات الدولة عطتها لنا. وقت اللي خرج الشعب ويحكي على البترول ويحكي على الثروات الطبيعية ويحكي على الفوسفات ما ريتش تيارات سياسية موجودة على الساحة بداية في بداية تيارات سياسية وليس كيانات سياسية. لا كيانات سياسية. رينا معناها الشعب خرج وتكلم وخرجت الناس في تحركات ومعناها تندرج ضمن التحرك الاجتماعي اللي صار في تونس بعد الثورة، وما لقيناش إجابة واضحة، لقينا فقط معناها
تكميم أفواه بطريقة حاذقة شوية، وطريقة فيها شوية دبلوماسية، وطريقة فيها شوية تعامل معناها ذكي مع الموقف وبرد الموقف، ولكن مثلا ما كانش في محل جذري. من طرف شكون طرف شكون لخدمة أي، من طرف من ولخدمة أي طرف؟ من طرف السلطة لخدمة معناها أطراف اللي قاعدة، الأطراف اللي قاعدة تستغل في ثرواتنا نحن معناها. يعني تتحكي على السلطات المتعاقبة من 2011 إلى حد اليوم. بالضبط، السلطات المتعاقبة من 2011 إلى حد اليوم هي واضحة، يعني التيارات السياسية، التيار السياسي الأكبر والكتلة الأكبر اللي مسيطر على البلاد، في على مفاصل الدولة وعلى الدولة العميقة بحد ذاتها، معناها هو كيان سياسي واحد، ومعناها تيار سياسي واحد وموجود حاليا في السلطة، بالإضافة معناها التيار الآخر وجوده شكلي ونوعا ما معناها رهينة وجود التيار الأول. إذا مش معناتها لتطبيق هذه الأفكار هذه معناتها النجم الناس كل نحكيوا عليها، سيادة تونس على ثرواتها إلى غير ذلك، ملفات فساد بالجملة. لا سمحني، حتى في نقطة في مجلس في نقطة دي فقط ما نجموش الناس كل نحكيوا عليها لهنا، معناها منتحدى الناس على ساحة سياسية تطلع تحكي عليها في العلن الشعب التونسي وصراحة الشعب التونسي إيش يطول أطراف الموجودة في السلطة، ولا حتى بعض اطراف المعارضه تحكي شفنا بعض الملفات اللي تم كشفها حتى في مجلس نواب الشعب ديجا. هاي تم كشفها من طرف معناها اطراف معينه وبعض المستقلين وبعض الاطراف اللي تم معناها تصفيه حسابات سياسيه معاهم، وبعض القضايا اللي مش يطول فيها حديث. ولكن انتم كحزب اكال على ارض الواقع لتجسيد هذه الافكار او هذه التوجهات، شنو الاستراتيجي اللي تمشيوا فيها باش نجموا نفذوا اللي كنت تحكي عليه الكل؟ أول نقطة ساعة هي العمل، لأنه التغيير ما يكون إلا ما تكون في السلطة، ما تجمش تغير من خارج السلطة، نحن نحكي على التغيير من داخل المنظومة. دونك أول خيار وأول معنى حل بالنسبة لنا هو المشاركة في الحياة السياسية والعمل على أن نكونوا في السلطة، وعندها معنى تأتي الحلول الجذرية على أرض الواقع. دونك باش نخوضوا المعركة السياسية وباش نحاولوا نتموقعوا داخل الساحة السياسية، داخل السلطة مش داخل الساحة السياسية، وباش نحاولوا معناها نكونوا طرف فعال وطرف معناها قادر يتخذ قرارات، وقتها نحكيوا على حلول جذرية. للتموقع داخل السلطة لازمك أكيد قاعدة شعبية كبيرة، كنعرفوا المنخرطين في حاليا في الحزب مبدئيا اللي ديجا مازال ما خداش تأشيرة، وهنا جايين للموضوع هذا دونك، ولكن كان نعرفوا المنخرطين والقاعدة الجماهيرية لحزب أكال اللي يعتبر حزب فتي. نحن فتحنا بعد بطبيعة بعد ما اجتمعنا كهيئة تأسيسية وخدمنا على المشروع متاعنا مدة مطولة متاعنا، فتحنا عقدنا ندوة صحفية وفتحنا باب الخيرات. بعد فتح باب الخيرات سجلنا معناها عدد يفوق معناها 8000 مخارط في الحزب من كامل جهات الجمهورية، وتم معناها فتح مكاتب معناها وإقامة هيكل معناها في داخل الجهات في أكثر معناها من 20 ولاية، وسنعمل معناها على التوسع أكثر. حاليا نحن اللي القرار بدينا أن نحافظوا معناها على الحجم هذايا، ونسعى أكثر اللي معناها أنه تكون هيكل أكثر متانة وأكثر صلابة، وباش نسعوا للتوسع اكثر، ونحن قادرين نكونوا حزب جماهيري لانه في مده وجيزه عملنا معناها عدد نتاع منخرطين ونتاع ناس نشطاء معناها نشطاء وسط الحزب. ما نتصورش معناها فما حزب سياسي في تونس عمله في المده اللي عملناها نحن في بدايته. هل فما توجهات معناها لاستقطاب الشباب، خاصه انه نشوفوا انه فما عزوف كبير من الفئه الشبابيه حاليا على العمل السياسي في تونس؟ اكل كيف ما نشوف معناتها القيادات جينيرالمون انتم شباب والحزب فتي، حتى الافكار نوعا ما جديده شويه، دونك فما خدمه على الشباب للمشاركه وادماجهم في الحياه السياسيه؟ بالضبط، نحن لهنا نحكيوا على حزب معناها 99.99% معناها من مكوناته معناها شباب، وعلى القاعده الجماهيريه نتاعو تختلف القاعده الجماهيريه، نحكيوا على الجماهير اللي مسانده الفكره بين شباب وكهول وغير، ولكن نحكيوا على اعضاء الحزب ومقايتيه 99.99% منهم شباب معناها. دونك لهنا خطابنا مواكب للتفكير الشاب التونسي لأن جزء من الشباب، ومعناها نجموا نحكيوا على مشاكل وعلى ونجموا نحكيوا بأسلوب معين وخطاب معين، ما نجموش يوصلوه بعض السياسيين ولا بعض التيارات السياسية الموجودة في تونس اللي يستعملوا في الشباب كوقود معناها وكحطب معناها لتأجيج بعض المعارك السياسية في الشارع فقط.
لانه ما نجموش نشوفوا بعض القيادات السياسيه في تونس هابطه بكوستيم في الشارع ويعيط في الافينيو في وسط تحرك. باركونتر نحن في حركه اكل قياداتنا من الناس اللي قادت الحركه الاجتماعي على الساحه في تونس, يعني على التحركات الاجتماعيه نحكيو من بعد الثوره لتوا, وكنا موجود فيهم الكل معنا تقريبا. انا واحد من الناس وكبت اغلبهم الكل, وكنت معنا نلقي خطابات عامه في كيما في شارع بوركيبه كيما في القصبه كيما دونك. لهنا نحكيو على حزب تكوينه مواكب للتركيبة الفكرية للشعب التونسي. دونك نحن نراور وإحنا نحن الحزب الوحيد المؤهل من ناحية هذه إنه يوصل معنى المساج, يوصل الرسالة للشباب التونسي ويقنعهم إنه تغيير المنظومة من الداخل ممكن, وإنه قادرين نحن كشباب نفرض معناها وجودنا في الساحة السياسية, وقادرين نوصل أفكارنا بمختلف الطرق مهما كانت اختلافاتنا السياسية ومهما كانت اختلافاتنا الفكرية. فما تواصل مع أحزاب ذات مرجعية أمازيغية أخرى؟ بالطبع وحكينا على ذي من الأول, يعني كما تواصل مع حزب تموت في المغرب في خصوص المشكلة اللي صارت وقتها وفي خصوص تطوير معناها العمل معناها المشترك بيناتنا, كما فما تواصل مع أحزاب سياسية أمازيغية أخرى موجودة على شمال أفريقيا وسيتم ذكرها معناها في الوقت المناسب. كان تعطينا هكا لمحة على الأقل؟ أعطينا لمحة ديجا, يعني سيتم ذكر الباقي في الوقت المناسب. السؤال الموالي, رئيس الحزب السيد سمير النفزي كان قد صرح أن الحزب معني بالانتخابات التشريعية والرئاسية, ما هي برامجكم للمرحلة القادمة وكيف ستخوضون الاستحقاق الانتخابي وكيف تقيمون حظوظكم, لا سيما أن البعض يعتبر أن حزبكم يمثل أقلية عرقية في الشعب التونسي؟ الانتخابات التشريعية والرئاسية نشوفوا حاليا على الساحة السياسية, معناتها الأحزاب تسعى عموما للالتفاف لتكوين ائتلافات إلى غير ذلك, معناتها بهدف معناتها الضمان فرص في الانتخابات التشريعية ما من ثم الانتخابات الرئاسية. حزب أكال من هذا باش نبدأ بالإجابة على سؤالك والنقطة الأخرانية اللي هي نقطة خصوصا أن حزبكم يمثل أقلية عرقية اللي هي سبق وجاوبنا عليها معناها أكثر من مرة في لقاء ذي فقط. نحن نرأو أنه معناها حزب أكل ليس حزب عرقي, هو حزب مفتوح لكل التونسيين, حزب يرى أنه الهوية الأمازيغية هي جزء كبير من التكوين الهوياتي والثقافي لكل التونسيين. ولكن تظل الهوية الأمازيغية هي الباز اللي يرتكز عليها تكوين الحزب بالضبط, وهي هو المرجعية السياسية اللي يقوم عليها بالضبط, وهي ليست أقلية فما مرجعيات أخرى ليه بالضبط, واللي هي ليست أقلية بالعكس. كي نحكيه على الناحية هذه نحن نحكيه على حركة سياسية خذت التكوين الجانب الثقافي اللي عند التونس الكل دون استثناء بوعي أو بدون وعي. يعني نحن نراو المجتمع الشمال أفريقي عامة فهم أمازيغ وأمازيغ لا يعرفون أنهم أمازيغ. دونك هذه هي النقطة, يعني النقطة متاع أقلية عرقية ذي يعني طرح يعني خاطر المسألة. لكن نجم يكون المساج اللي وصل من طريقة الاتصال اللي قمت بها في أول ندوة صحفية للإعلان عن تأسيس الحزب هي اللي كان فيها بعض الجدل, وهذه النقطة هي اللي أثارت الجدل. قلت لك أنا أخذك أن التواصل في الندوة الصحفية وبعض الندوة الصحفية في الحملة الإعلامية وغيره كان معناها واضح وكان الرسالة منه واضحة وما كانتش معناها بطريقه صعيبه مش الناس ما تفهمهاش. حزب أكل ليس حزب عرقي, هو حزب يحكي بمنطلق ثقافي موجود عند التوانسه الكل دون استثناء, ومن ثقافه وهي وليده الارض هذه سهله معناها. ولكن قلت لك التهمه هذه نتاع العرقيه وغيره وهي نتيجه معناها اراء معناها خرجت من بعض الاطراف بخلفيه ايديولوجيه او بدوافع معناها سياسيه معاديه للفكر الامازيغي ومعاديه للهويه الامازيغيه معناها بحكم انتمائهم الايديولوجي. دونك هو ما تتوقعش من 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 ناس معناها فكرهم السياسي والا الايديولوجي مخالف ليك بطريقه معناها جذريه باش ما يخرجش عليك تهم كيما نكيه. هما سعوا معناها لو ماكسيموم بوسيبل انهم يلصقوا فينا التهمه هذه نتاع العرقيه, ولكن بالطبيعه نحن بررنا الشيء هذا وحسب ما رينا على الساحه في تونس انه الشعب تفهم الامر. بالعكس معناها نحن كنا ساهمنا في انه جزء كبير من الشعب التونسي يوصلوا المساج هذا ويعرف ان فما حاجه في تونس اسمها امازيغيه وفما معناها اللي هي ذيك معناها حاجه تنتمي له وتمثل جزء كبير من تكوينه هو الثقافي والهويتي. الاستحقاق الانتخابي القادم. الاستحقاق الانتخابي معناها في نشاركوا في الاستحقاق الانتخابي بغض النظر عن المشكله اللي صارت معناها في مساله الرخصه وجايينها معناها لاحقا, باش نشاركوا في البرلمانيه والرئاسيه. التمثيليه نتاعنا معناها باش تكون
حسب الظرف معين اللي احنا فيه، لانه توا ماشيين في دي بروسيدور معين حلول معينين للمشكله اللي صارت مع رئيس الحكومه. اذا كان متحلتش في اقرب الاجل تمشيو في الاستحقاق الانتخابي، مش نوقفوا يعني، مش نمشيو فيه في اطار قوائم مستقله من ابناء حركه اكال، والاستحقاق الرئاسي باش يكون معناها ممثلا ممثل فيها عن حركه اكال، كسوا بالاسم الحزبي او باسم مستقل، السيد معناها سمير النفزي رئيس. اذا تعلموا على انه سيد سمير النفزي هو اللي باش يكون ديجا المرشح للحزب للانتخابات الرئاسيه. بالضبط، وباجماع المجلس الوطني والمكتب السياسي رئيس سمير تم التصويت بالاغلبيه للسيد سمير النفزي كي يكون ممثلنا للانتخابات الرئاسيه. بالنسبة للانتخابات التشريعية، حزب فتي، فما أحزاب أخرى ديجا عندها نفس يمكن نفس الوزن أو حتى وزن أقل أو ربما أكثر، فما تواصل مع مجموعة من الأحزاب ربما لتكوين توافقات في المرحلة القادمة؟ شوف، نحن حتى في معناها برامجنا وحتى في معناها البيان التأسيسي متاعنا خلينا باب التحالف هذه مفتوح مع معناها الاحزاب السياسيه اللي فيها تتوفر فيها شروط معينه، اللي هي معناها هذه ديجا ينفي التهمه اللي لاصقه فينا الاحزاب التي ما تتكلمش بمنطلق عرقي او منطلق استغلال معناها وتوظيف وتجاره بالدين في السياسه، وبالاحزاب اللي مش متورطه في عمليه معناها عمليه استبداد الشعب التونسي سابقا. نحكي على الاحزاب اللي بذور معناها التجمع سابقا وليت التنافى مع الخلفيه الهويتيه والخلفيه الفكريه للحزب. اي حزب فيه الصفات هذه معناها وارد جدا انه يكون فما تحالفات بيننا في المستقبل لما فيه معناها مصلحه مشتركه اذا كان فما تقارب. ولكن حاليا هل فما حوارات او نقاشات مع حزب معين؟ حاليا نحتفظ معناها نتحفظ معناها على الاجابه على السؤال. نفهم من الإجابة متاعك إنه ما غير موجود. إذا كان فما تحالف مع أحزاب معينة سيتم عن الإعلان عنه في إبان. واضح. القوائم في التشريعيات كيفاش باش تكون؟ القوائم في التشريعيات ستكون معناها رهينة الحلول اللي باش نلقاوها للمشكلة الصايرة حاليا مع رئيس الحكومة، ولكن في معناها اقصى الحالات واذا لم يتم ايجاد معناها حل جذري للمشكله الصايره مع رئاسه الحكومه سيتم المشاركه في الانتخابات التشريعيه عن طريق قوائم مستقله بنفس معناها ابناء حركه اكال اللي كانوا يكونوا موجودين في قوائم، وسيتم المشاركه في الانتخابات الرئاسيه في شخص معناها مثلي في شخص السيد سمير النفزي اللي باش يكون ممثل مستقل ولكن بطبيعه تابع لحزب حركه اكال. تقييمكم لحظوظكم على الساحه السياسيه فيما يتعلق كذلك بالانتخابات حظوظ حزب اكال؟ والله بالنسبه لنا نحن ساعه معنوياتنا مرتفعه جدا ونراو في التجربه هذه معناها اول حاجه مع سنة ومع برامجنا ومع رؤيتنا نراوها حاجه ناضجه ياسر وقادره معناها قادرين معناها من خلالها نحكيوا على منتوج سياسي في المستقبل معناها باش يكون حاجه نوعيه ومختلفه ولم تشهدها الساحه السياسيه لا في تونس ولا في شمال افريقيا. دونك نقيموا حظوظنا انها حظوظ مرتفعه معناها مقارنه بالوضع اللي نحن فيه توا حاليا. ستكون عندكم مقاعد في البرلمان؟ أكيد. متأكدين من هذا؟ متأكدين بحسب خدمتنا وحسب التفاعل الناس معنا. فما جزء وشريحة كبيرة ياسر من التوانسة خاصة من الشباب قابلة الفكرة ومتحمسة لها بطريقة كبيرة ياسر. بالنسبة للرئاسيات؟ باش نراهن ولا حظوظنا للنهاية. نحن ما نقبلوش مبدا الاستسلام معناها والا مبدا الانهزام، ما نحكيوش بطريقه انهزاميه، دونك باش نراهنوا على حظوظنا للنهايه. فما حاليا غول على الساحه السياسيه اللي يعتبروه خصوم السياسيين انه الغول او الحزب الاكثر منظم اكثر عنده حظوظ اكثر عنده قواعد اكثر واللي هو حركه النهضه، واللي في الاغلب جميع ربما ما ناكدش انه جميع ولكن الكثير من الاحزاب السياسيه اليوم تنفي انه امكانيه التوافق او مع حركه النهضه. حزب اكال لو يتحصل على نسبه معناتها في الانتخابات القادمه ويكون ربما من الممكن انه يتحالف مع النهضه لتشكيل حكومه،
فما تحالف مع حركة النهضة ولا لا؟ يكون ولا لا؟ هذا أمر معناها بإجماع المنخرطين في حركة أكل كل أمر مستحيل حدوثه. دونك ما غير وارد وما ينجمش يكون وارد. لماذا؟ لأنه الخلف حزب النهضة يندرج ضمن الأحزاب اللي تتنافى معناها مع وخلفية إيديولوجية مضادة معناها الفكر السياسي. حركة النهضة تحكي على معناها مجموعة من تعليقات لا تتنافى مع فكرنا نحن وتتنافى مع تتنافى معناها مع تكويننا السياسي وبالإضافة لذلك معناها فما مجموعة من حاجات أخرى تمنعنا من التحالف معها مثلا حزب النهضة يحكي على تونس دولة هويتها العربية دون معناها ذكر وجود معناها الأمازيغية معناها بأي أساس كان حزب خلفيته هو التجارة معناها بالمشاعر الدينية للتونسيين واستغلالها لتوجيه معناها الناس البسطاء معناها للتصويت في الانتخابات قام في فترة ما باستغلال المساجد لتوجيه الرأي العام قام معناها بعض الناس فيها بجرائم في حق الشعب التونسي دونك نحن لا نتحالف معناها مع كيانات سياسية من هذا النوع. بالنسبة لي ربما نداء تونس تحيا تونس تيار ديمقراطي الدستوري الحر هذه الأحزاب الكل شكون الأقرب إلى حركة أكال؟ كما قلت لك حاليا ما طرحين حتى اسم ولكن فما أسماء مطروح معناها أنه لا يمكن الوصول إلى حل معهم ولا يمكن الوصول إلى تحالف معهم الأطراف اللي ساهمت في الاستبداد ضد الشعب التونسي بأسمائها الحالية أو بوجودها في إطار تجمع سابقا هذه أسباب هذه أحزاب ليست سبيلة للتعامل معها نحكي على حزب الدستوري الحر وغيره ابناء التجمع مش كان دستوري الحر معناها مجموعة من أحزاب سياسية أخرى وليدة معناها وبقايا هذا الحزب وقامت بجرائم في حق التونسي ولا يمكن معناها أن تغتفر ولا يمكن أنه نحط يدنا في الناس يدهم ملطخة بالدم بالإضافة للحركات اللي تتاجر وتسمسر بالمشاعر متاع التونسيين في خصوص معناها موضوع التجارة بالدين وموضوع معناها الأحزاب اللي تتنافى معناها مع وجودنا أساساً وتصدرنا في تهم العرقية هذا مو من الأحزاب التي لا يمكن أن نتحالف معها لكن مش نذكر لك الأحزاب مش نجمه معناها وارد للتحالف معها نحكيه على برشة معناها أحزاب خلفيتها من خلفية الأحزاب اليسار الاجتماعي ما نذكرش حتى حزب الاسم ولكن الأحزاب اللي ما فيهاش الصفات اللي ذكرناها هذه ما يحصل اليوم من نتائج صبر آراء على في الساحة السياسية موقفكم من النتائج اللي تم نشرها مؤخرا من طرف مؤسسات صبر آراء واللي ربما طلعت الأحزاب أو أطراف سياسية معينة اللي حتى ما زال ما عندهاش ديجا أحزاب وكان عندها نتائج ربما تصدرت هذه النتائج نتاع صبر الآراء موقفكم من هذا؟ بيشوف مؤسسة صبر الآراء مش كان في تونس فقط ولكن في العالم هي وسيلة معناها للمانيبيلاسيون هي وسيلة للتوجيه لتوجيه الرأي العام في اتجاه معين لأنه كي تعطي رقم وتقول الحزب هذا عنده فرص كبيرة ياسر في نجاح الحزب هذا ما عندوش هذا بشي أثر على صورة الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية تعطيني 10 أحزاب موجودة على الساحة السياسية وتقولي هذا ما بشي يكونوا بالترتيب هكا وهكا أنت بشتركب من خاخ الناس اللي هذاكم فعلا أحزاب بشي يتصدروا وبعضهم كما قلت أنت ديجا من زين ما تمش تكوين معنى يعني الأحزاب فما فقط الاسم ولا فما النية في ممارسة السياسة وإلا معناها دونك هذه تهيئة معناها الأرضية للأحزاب هذه باش تخدم على الساحة السياسية قبل ما تبدأ تخدم أساسا دونك معناها مشكوك فيها بطريقة معناها مريبة ياسر النتائج هذه اللي خرجت. السؤال الأخير في أسئلة متابعي صفحتنا تونسي ميريك دونك مصالح رئاسة الحكومة كانت قد أكدت عدم وصول أي مطلب لتكوين حزب أكال هل هناك توضيح في هذا الشأن؟ صدر بيان مؤخرا من مصالح رئاسة الحكومة ينص على أنه ما فمش حتى دوموند قدمت من قبل حزب أكال للحصول على تأشيرة وأنتم كنتوا خرجتوا على صفحة متاعكم ونفيتوا هذا وقلتم أنه فما أدلة معناتها ووثائق تؤكد أنكم قمتم بإرسال مطلب إلى رئاسة الحكومة كنت وضحوا لنا النقطة هذه تحديدا بالنسبة للنقطة هذه أولا ساعة أنا أصدمني جدا يعني أصدمني ياسر الطريقة متاع الرد متاع رئاسة الحكومة يعني أنه رئاسة الحكومة تخبط عن طريق صفحة فرعية تابعة للهيئة اللي هي رورمان مول اللي هي بالملف متاع تكوين الأحزاب
مش بين رسمي، ستاتيو فيسبوك، ستاتيو فيسبوك مكتوب تحته بتصويره بلاغ، ويتم الحديث فيها عن الحزب انه الحزب لم يتقدم باوراقه عليها مطلقا للاداره اللي هي بتكوين الاحزاب، ولا يوجد ملف معناها اساسا في رئاسه الحكومه لتكوين حزب سياسي تحت مسمى حزب حركه اكال. بالرغم ان عدنا وثائق تثبت انه نحن تقدمنا باوراقنا، وحسب القانون التونسي نحن استوفينا اجل الانتظار، معناها نحن منذ ايام استوفينا اجل الانتظار القانوني لمده نتاعو شهرين بدون ان يجينا اي رد من رئاسه الحكومه، واللي ينجر عنه انك تاخذ الرخصه نتاعك بطريقه اوتوماتيكيه. دونك هنا المساله حاليا في يد محامي الحركه اللي قاعدين يخدموا على ارض الواقع لايجاد حل جذري معناها المساله هذه والتوجه للقضاء، لانه عدنا معناها اول حاجه الساعه محضر في محضر المعاينه المثبت معناها من معهد المنافذ بتاريخ 15 ابريل 2019 يثبت اولا انه الوثائق الموجوده والنص نتاعها يستجيب للشروط القانونيه لتكوين الاحزاب السياسيه، ما فيهاش حتى مخالفه لا من ناحيه الحديث على العرقيه لا من ناحيه معناها الجهويات او الفتنه وكذا وغيره. دونك معناها استوفينا كل الشروط القانونيه وملفنا استوفى كل الشروط القانونيه وقدمنا المطلب نتاعنا وتسلمنا الديشارج معناها اعلان بالبلوغ من رئيس الحكومه انه مطلبنا وصل. ما رانا انه بعد معناها ما استوفينا المده القانونيه دون الحصول على رد رئيس الحكومه خرجت البلاغ هذا، وانا نراه بلاغ يدل على ارتباك معناها، لانهم ما كانوش يتوقعوا معناها الصدير باش نعملوها على الساحه السياسيه، وما كانوش يتوقعوا الحجم معناها نتاع تفاعل الناس معنا وتفاعل خاصه الفئه الشبابيه معنا. دونك كان رد مرتبك خارج من ايدي مرتعشه، انا نراه والهدف منه هو جس النبض معناها جس نبض حركه اكال شنو هي باش تكون رد الفعل نتاعها، ولهنا باش يكون رد الفعل نتاعنا موزون وباش يكون معناها رد معناها بدون اي اخطاء، برغم انه الدوله التونسيه ولا ممثله في رئاسة الحكومه اللي تمثل معناها اطراف سياسيه معينه ما تحبش يكون عندنا وجود على الساحه ارتكبت معناها غلطه كبيره بالمنشور اللي تم نشره هذاك، لانه اصلا المحكمه لا تعتمد المنشور معناها لا تعتمد معناها منشورات الفيسبوك كوسيله للرد او الاجابه. دونك نحن استوفينا المده القانونيه نتاعنا، استنينا شهرين نتاعنا بالقانون، عدنا الحق ان نوصلوا وناخذوا التاشيره نتاعنا دون اي مضايقات، وعندنا لي ديشارج نتاعنا وعندنا وثائقنا القانونيه وباش نتوجهوا للقضاء، والترخيص نتاعنا باش ناخذوه من المحكمه مش ناخذوه من رئيس الحكومه. تنقيح قانون الانتخابات اللي تم تمريره البارح، موقفكم كحزب اكال من هذا القانون اللي ينقح 4 أشهر قبل موعد الانتخابات؟ بالنسبه للمساله هذه نحن موقفنا واضح وثابت، والمبادئ لا تنازل عنها معناها مهما كان الاطراف اللي تصاب ضدهم المبادئ هذي، حتى ولو كان بعضهم اعداء سياسيين معناها. تنقيح القانون كان فيه طريقه معناها لمنع بعض الناس من الوجود على الساحه السياسيه، وهذا يهد مساله الحريات في تونس، كما تم معناها المعامله معنا نحن بالضبط في مساله الترخيص. معناها نحكيو تو على احزاب سياسيه في السلطه تحب تبقى وحدها في السلطه وتحب تمنع معناها تشكيل اي حاجه قادره انها تاخذ معناها الجماهير وقادره انها تاخذ السلطه يوما ما، برغم انه المبدا اللي قامت عليه الثوره ابر الحريه والتشغيل وغيره اللي هي معناها المبدا العداله ومبدا معناها الحريه نتاع العمل السياسي وحريه التعبير. دونك هنا نحكيوا على بدايه قمع حريه التعبير في تونس، شفناها المره الاولى في الشارع عن طريق اعتقال المدونين عن طريق اعتقال النشطاء، وعايشنا الشيء هذايا ونشوفوا فيها توحالين عن طريق معناها تصفيه حسابات سياسيه عن طريق معناها اساليب مكشوفه وحيل رخيصه معناها الشارع الكل معناها الشارع التونسي يعرفها معناها. دونك ندين الشيء هذايا بشده. واضح. ننتقل الان لسؤال تونس الرقميه واللي في كل مره ديجا ارتئينا انه نسالوه المختلف الضيوف اللي يكونوا معنا. البلاد اليوم تعيش ازمه على جميع المستويات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ما هي حسب رايك الحلول الكفيله لاخراج تونس مما هي فيه لتجاوز الازمه على المستوى السياسي ما تعاني منه الساحه السياسيه اجتماعيا واقتصاديا؟ الحلول اولا هي الساعة بالقضاء على مثل هذه التصرفات اللي قادره تمنع من معناها الناس اللي تنجم تجيب الحل من انها تمارس السياسه، لانه الناس اللي تمنع فيهم كباب هما يكون عارف يدهم الحل لاخراج البلاد وهزينها لبر الامان.
ثانيا التمشي اللي ماشي فيه حركة أكال حاليا اللي هو تشريك الشباب بطريقة فعالة في الساحة السياسية ونفهمهم أنه الحل بيدهم هما أنه تغيير المنظومة ممكن من الداخل بالقضاء على مثل الأساليب هذه والوجود على الساحة السياسية بطريقة فعالة وصياغة رؤيهم بطريقة معناها كيفابل تصنع الفرق حسب متطلبات العصر متاعنا وحسب معناها الظروف متاع بلادنا. ثالثا معناها ايجاد حلول جذريه للمشاكل الاقتصاديه الموجوده حاليا معناها في منأى عن الصراعات السياسيه وتصفيه الحسابات السياسيه لانه توا حاليا نشوفوا على الساحه السياسيه في تونس اغلب المكونات الحزبيه الموجوده تسعى فقط لتصفيه حسابات سياسيه وصراعات سياسيه ضيقه بعيدا على ايجاد حلول جذريه للمشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه الموجوده معناها دونك لهنا الحزب الموجود على الساحه جهلت المواطن بطريقه معناها كليه وركزت فقط على هم واحد اللي هو افتكاك السلطه والبقاء في السلطه اطول فتره ممكن. دونك هذه في حد ذاته هو المشكله الاكبر اللي يجب تغييره. يجب ان تصبح معناها العقليه الموجوده في الاحزاب السياسيه في تونس الكل هو العمل على تغيير الواقع الاقتصادي والواقع الاجتماعي وهذه مش نسعوا فيه الحركه اكل وبالنسبه لنا هذا هو اللي مثل الحل. بالنسبة للمستوى الاقتصادي فما برامج اقتصادية يقوم عليها برنامج الحزب مثلا مؤخرا فما الجدل الواسع اللي يدور حول لاليكاي اتفاقية لاليكاي اللي دولة تونسية ديجا تناقش فيها حسب رأيكم معناتها هل هذه الاتفاقية من مصلحة تونس لا اقتصاديا كيفاش نجم باش نحكي لك على الرؤيه الاقتصاديه بطريقه معناها عامه لانه مش نحكي على اتفاقيات معينه هذه سيصدر فيهم بيانات معناها بعد نقاش موسع في المجلس الوطني وفي المكتب السياسي للحزب لكن الحلول الاقتصاديه اللي طرحناها اللي هي حاليا معناها تغيير الانظمه البيروقراطيه الفاشله معناها في جميع المستويات في تونس اليوم مثلا من النظام الصحي والتعليمي ونقل ونظام الفلاحي وخلق شراكه معناها مع دول قادره تصنع المنافسه في السوق الدوليه في معناها خروج على التعاملات التجاريه الكلاسيكيه الموجوده معناها مع اطراف معينه خلق وشراكه هذه نحكيوا عليها معناها مع دول شرق اسيا دول عندها تجارب اقتصاديه كابابل وقادره تفيدنا في تونس بطبيعه بما يتماشى مع الواقع بتاعنا التونسي كما نحكيوا على دول كما كوريا الجنوبيه كما اليابان كما دول معناها التجربه الاقتصاديه نتاعها ناجحه واثبت النجاح نتاعها وقادره تتاقلم مع الواقع مع الواقع التونسي بطبيعه مع بعض التغييرات بالاضافه معناها لتوسيع الشراكه مع دول الجوار توسيع الشراكة مع الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا في معناها فتح طريق انفتاح على السوق الافريقية بالضبط انفتاح اكثر على السوق الافريقية ولكن اولا هذه ما نجم يتم الا عن طريق دول الجوار كي نحكيوا على شمال افريقيا قوية اقتصاديا والخطوة الاولى للتوحيد هي التوحيد الاقتصادي معناها وحدة اقتصادية شمال افريقية قادرة تصنع الفرق على الساحة الاقتصادية في الاقطار هذه الكل وقدر تدخلنا للسوق الإفريقية ككيان موحد وكيان قوي قدر يفرض معناها وجوده وقدر معناها يغير واضح سيدي دونك باش نتعداو توا الفقرة مع أو ضد باش نعطيك مجموعة من الاقتراحات واللي في كل مرة زادة نسألوهم المختلف الضيوف اللي يكونوا حاضرين معنا باش تجاوبني مع أو ضد مع إمكانية أنك تفسر أو تعلل علاش تبدي موقفك معناتها علاش مع أو ضد ولكن باقتضاب سيفادي مع أو ضد تغيير النظام السياسي في تونس؟ مع. مع أو ضد المساواة في الميراث؟ مع للناس الراغبين في ذلك معناها لأنه أون جينيرال تو نخلوها هي مسألة أنا مع للناس الراغبين أنه يكون الميراث مثلا بالتساوي فما بعض الناس اللي رافضين للشيء هذا دونك المفروض أنها تكون مسألة نتاع حرية معناها لكل شخص عنده الحرية أنه يختار معناها كيف يجب أن يكون معناها الأمر. مع أو ضد تجريم المثلية الجنسية؟ أحتر من تحفظ على الإجابة. مع أو ضد ما يسمى بالربيع العربي؟ في النقطة هذه يلزم التفسير معناها مطول ولكن مش نحاول نختصر. الربيع العربي هو ما يحصل ولا ما حدث. الربيع مش نغاض على كلمة عربي نحكي عن الظاهرة معناها متاع الثورات اللي صارت في منطقة شمال أفريقيا وشرق الأوسط اللي بخلاف تونس. اللي حتى في تونس زاد تم معناها العمل على الثورة المضادة وتم معناها استثمار مليارات الدولارات لتغيير معناها المسار اللي مشى فيه الحراك اللي خرج معناها بريء بداية وخرج ناتج معناها من معاناة وهموم الشعب التونسي في باقي الدول معناها بعض الدول الأخرى أدى إلى خراب أدى إلى معناها تدمير أوطان
ادى الى معناها لعيب نتاع مؤسسات عالميه ولعيب نتاع مؤسسات استخباراتيه كبرى معناها لعده اسباب معينه، ولكن ادى الى تخريب اوطان في بعض دونك معناها نحكيوا لهنا على الثوره كسيف ذو حدين قادرة تهز شعوب إلى الحرية وتصنع منهم قوى اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيره، كما قادرة تدمر أوطان إذا لم يتم استثمارها بشكل جيد، وإلا إذا دخلت أطراف خارجية على الخط من مصلحتها إنها تفشل الثورات هذه وتخليها معناها ما تمشيش في النصيحة. مع أو ضد الإسلام السياسي؟ ضد، لأنه الإسلام السياسي هو استثمار معناها للدين الإسلامي اللي هو ديننا كتوانسة الكل، وتوجيهه معناها في إطار معناها إنه يكون كما نقوله نحن بالدرجة بتاعنا بتين ده معناها كأنه إنسان جاي خذيه بتين ده متاع الإسلام وأنا مسلم والباقي ما هوش مسلمين، أي شنيه معناها جديد هنا معناها فكطارح أنت على الساحة السياسية معناها الموجودين على الساحة السياسية الآخرين شنيه رؤيتهم، دونك نرى هذه تثمر بطريقة ساذجة جدا المشاعر التونسيين وتوجيههم معناها عن طريق مانيبيلاسيون معناها يسر معناها بدائية. مع أو ضد ترشح الباجي قائد السبسي للانتخابات الرئاسية؟ ضد بطبيعة. مع أو ضد عودة رموز وقيادات التجمع للعمل السياسي؟ ضد وبشدة، وسنعمل على أن لا يتم ذلك معها. مع أو ضد الحكم بالإعدام؟ ضد. مع أو ضد اعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي؟ مع. مع أو ضد السماح بعودة بن علي إلى تونس؟ هذه مسألة يطول فيها الأمر ويطول فيها تفسير الأمر معناه، لأنه إذا نحكيه على عودة فيها محاسبة وفيها محاكمة وفيها معناها محاكمة عادلة وشفافة وأمام الشعب التونسي كله، لأنه رجوعه ووقوفه قدام المحكمة أمام قضاء معناها عدنا ثقة في نزاهته وشفافيته معناه قدر يخرج برشا دوسيات، قدر يخرج برشا ناس معناها تكون على ذمة نفس القضية معاه، قدر تصفي ساحة سياسية تونسية من عدد كبير جدا من الفاسدين اللي سرقوا ونهبوا معناها والشعب التونسي وشوهوا ساحة سياسية تونسية وخربوها عليهم، ولكن رجوع كما حكي عليه المحامي نتاعو معناها رجوع غير مشروط وبدون اي محاكمه بالطبيعه لا بالطبيعه هذه معناها حط معناها من التضحيات اللي ضحوا بها التوانسه في الثوره واستهزاء معناها بالعائلات اللي ضحت بابنائها والمعاناه اللي عاشها شعب على مدى معناها عقدين من حكم. واضح. في الختام دونك رسالة أو كلمة توجه بها للي يتفرجوا فيك ولمتابعي ومنخرطي الحزب نتاعك؟ رسالة للشعب التونسي عامة إنه نحن معناها مجموعة بتاع شباب مصرين على الفكرة نتاعنا وباش نبقاو نخدموا عليها إلى النهاية رغم كل العوائق، باش نسعوا إنه عن طريق الفكرة هذية نحسنوا الوضع المعيشي المزري اللي قاعدين نعيشوا فيه الناس الكل ونخلقوا من تونس معناها اللي خلوها لنا الأوبئة اللي تحكم فينا معناها خراب، نسعوا إنه نخلقوا منها الحلم اللي يهاجروا على خاطر الشباب نتاعنا ويشقوا البحر باش يمشيوا يعيشوا في دول أخرى. واضح. مشكور سيدي ويعطيك الصحة. تنمير. شكرا.